أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نحييكم بأجمل تحية رياضية مع حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة، الذي يبث لحضراتكم في بث حي ومباشر عبر قناة هلا الفضائية وموقع بنت. معكم في التقديم أحمد أبو هلال، البرنامج من إعداد إبراهيم أبو عطا. اسمحوا لي أولا أن أرحب بضيفي العزيز المربي والمدرب تحسين حج يحيى. أهلا وسهلا تحسين. أهلين أستاذ أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية. عزيز وغالي، وبتشرف كثير انك ضيف اليوم في هاي الحلقة. وبالأمس كأس العالم، مباراة نصف النهائي الأولى، ميسي 3 كرواتيا 0. انه كانت لعبة ندية، كان ندية، انه المنتخب الكرواتي منتخب اللي هو منتخب جيد، ولكن منتخب الأرجنتين يملك لاعب صانع ألعاب يتحلى بصفات خارقة، خاصة في السرعة في اتخاذ القرار والقرار القرار الصحيح، التمريرات والرؤية والتواصل مع الملعب واللاعبين على أرض الملعب، والتمريرات الساحرة التي لا يمكن للاعب دفاع أو وسط إذا كان هو الحارس لميسي انه يقرا التمريره لوين بدها تروح ولاي لعيب وكيف. يعني شاهدنا راس حربي لاعب ألفاريز في منتخب الارجنتين، اضافه لميسي اللي سجل هدفين، لاعب اللي ملوش محل في مانشستر سيتي. يعني كيف بتشوف هذا الشيء من نظرتك كمدرب؟ اخر مره اللاعب انا حسب رايي مهم جدا، انه هو لاعب اللي يتدرب صعب، لانه فيش نجاح بدون تدريب صعب. اللاعب اللي يجب ان يتوفر لدى اللاعب اشياء اللي هي غير المهارات اللي لازم يتحلى فيها، اللي هي قضيه الشخصيه، قضيه الـ انه يكون محصن، انه يكون عنده علاقات اجتماعيه جيده مع اللاعبين. وباختيار المدربين احيانا ممكن يكون في هناك حق في اختيار لاعبين اللي يكونوا في دكة الاحتياط، لانه بده يستعملهم في الوقت اللاحق او في ازمة في وضع اللي ممكن المنتخب تاعي او الفريق تاعي يكون في ازمة، حتى انه يفوت دم جديد ويرفع مستوى الاداء تاع الفريق. حقيقة في كمان شغلة انتبهت لها أنا أخ تحسين، يعني مبارح على دكة الاحتياط بمنتخب الأرجنتين شفنا كديش العلاقات طيبة بين اللاعبين، شفنا كديش نجوم اللي ما شاركوا في المباراة، يعني شفنا أنه ديبالا مبارح لأول مرة بيشترك يعني لربع ساعة، شفنا كديش لوتارو مارتينيز مهاجم فذ رائع جدا ما شاركش وكان مبسوط فرحان زي أنه لعب كل المباراة. هل يدل علاقات اللاعبين بين بعض داخل المنتخب هل له دور في نجاح الفريق؟ أكيد غرفة الملابس في أي فريق أو في أي منتخب إلها أهمية وإلها دورها في إنه الفريق يكون متماسك ويكون يقدم الأداء الجماعي واللعب الجماعي. وحسب رأيي السبب اللي اليوم هاي إحنا قاعدين بنشوف منتخب الأرجنتين في وضع اللي هو في غرفة ملابس متماسكة، انه حتى اللاعبين يتضامنوا مع اللاعب ليونيل ميسي في انه ياخذ كاس العالم، على اساس انه يكون هاي الحصه الاخيره اللي بده يحصل عليها وهم بيشتغلوا مشانه وبيساعدوا. من انه منتخب الارجنتين يعمل جاهدا، كل لاعبي المنتخب، كل اعضاء اللاعبين بحاجه لدعم لميسي، على اساس انه ميسي انه يمكن انه يرفع كاس العالم. ولكن الانظار اخ تحسين تتجه انظار اعشاق المستديره العرب بالذات في البلاد والعالم وسائر انحاء العالم للقاء المرتقب مساء اليوم عند الساعه 9 مساء، حيث يلاقي المنتخب العربي المغربي نظيره الفرنسي حامل لقب بطل كأس العالم في نسخته الأخيرة. يعني منتخب المغرب النجاح الباهر اللي حققه هذا المنتخب سيلاقي في امتحان صعب جدا منتخب فرنسا اللي هو عمليا بطل العالم لحد اليوم. لا شك انه منتخب المغرب بيعمل سابقة كروية في العالم كمنتخب عربي وكمنتخب اللي هو افريقي.
لحد اليوم لحد لحد هذا المونديال ما عملهاش اي منتخب عربي او اي منتخب اللي هو افريقي وصل للمرحله اللي وصلها. ولكن ولكن دعنا نقف هنا اخ تحسين لننتقل معنا في بث حي ومباشر من كفر كنا الاداري جمال خطيب اداري فريق شباب كفر كنا. جمال مساء الخير. مساء الخير اخ احمد. اهلا وسهلا. أجواء مونديال بدون أدنى شك في كفر كنا وفي كل أنحاء الوسط العربي. مباراة مرتقبة. قبل أن نتحدث عن مباراة المغرب أريد أن تعطينا نظرة عامة بسيطة عن فريق اتحاد أو فريق شباب كفر كنا. كيف وضع الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء كفر كنا طبعا هن في المرتبة الأولى في المرتبة الأولى في الدوري. أبناء كفر كنا عندها لعيبة اللي هي خامات عالية عندها يعني صغار السن. وطبعا عندنا بكفر كنا الأهالي كلياتهن بيلحقونا وداعمينا والوضع ممتاز إن شاء الله. وأنا بقول لك يعني إحنا طبعا تنساش حصة إنه هشام الزعبي ومحمد عباس موجودين وأعضاء الإدارة. كل الأجواء مليحة وممتازة يعني والحمد لله رب العالمين. إحنا مش بالصدفة محل أول. إحنا بنلعب لعبة للعبة والإشي ماشي معنا. كرة قدم جميلة عنا وكل شيء ممتاز والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نتمنى بالاستمرارية المليحة الحلوة إن شاء الله. يعني أخ جمال فريق شباب كفر كنا الهدف تبعه أنه يرتقي بنهاية الموسم للدرجة الممتازة؟ والله لا فيش هدف. احنا قلت لك نلعب من مباراة لمباراة وإذا بتيجي معنا فيش مشكلة. أما احنا فيش عندنا هدف أن نطلع درجة ممتازة لأنه خلينا نقولك يعني أنت بتعرف يعني كل الأوضاع اللي موجودة في الفرق العربية يعني الماديات مرات بتمنع الإشي يعني أنك تتقدم كثير. إذا في دعم مادي أنا بوعدك احنا بنكون بالدرجة الممتازة. أما الماديات كل الفرق وانت بتعرف أكثر واحد أخ أحمد إنها صعبة كثير في الوسط العربي يعني خرافية مادي. يعني عمليا أخ جمال أنت تقول إن الفريق وضعه المادي مش على أحسن وجه اليوم؟ والله احنا ان شاء الله احنا دائما وضع المادي قلت لك صعب عند كل الفرق. اما لا مش احسن ما يكون وضع المادي عندنا. احنا من ناشد عن طريق محطه هلا كل اهل كفر كنا. هذا الفريق هو لكفر كنا كلياته لانه اسمه ابناء كفر كنا يدعمونا ويدعموا الاشقاء منها بعيد كفر كنا. وان شاء الله اخر المطاف احنا جهتين ان شاء الله بنكون فريق واحد ونطلع درجه ان شاء الله. يعني عمليا انت بتقول انه الفريق مستمر بالنجاحات والفريق رايح يحقق اذا بنهايه الموسم بتكونوا محل اول بتنبسطوا وعندكم الاستعداد التام للدرجه الممتازه. طبعا طلع الاستعدادات انت بدك يعني زي قريه كفر كنا بعد قريه كفر كنا انه فيش برضو عندها الملاعب لتأهلك للدرجه الممتازه يعني. وهي عقبه يعني لكل الفرق. لو في ملاعب لو في دعم من الجميع فيش مشكله. اما اذا اجت شو نساوي مش رايحين نرفع ايدينا احنا الها. طبعا معروف عن كفر كنا انها بلد تعيش كره القدم واكثر من فريق. يعني هناك فريقين من الدرجه الاولى وبالاضافه الى فريق بعتقد كمان فريق بيطار كفر كنا كان بالدرجه الثانيه او الثالثه. كيف المنافسه بين الفريقين بين فريق هابوئيل وفريق الشباب في كفر كنا؟ والله المنافسة بين أبوعيل كفر كنا وأبناء كفر كنا إخوة ممتازة. طبعا هي بظالة لعبة اسمها ديربي بكفر كنا ولكن على أرض الواقع إحنا إخوة بنلعب أحباء بنحترم بعضنا بنقدر بعضنا. كل ما في بناتنا إلا كل خير إن شاء الله رب العالمين. وهي البلد كلها بتعرفه إنه يوم تلعب إحنا اللعبة هي أصلا قربت لعبة بناتنا الديربي كيف بيقولوها. أما كل شيء عندنا ممتاز إخوة محبة يعني عرس كفر كنا إن شاء الله بيكون هو ننسمي عرس كفر كنا. كرة القدم في كفر كنا هي فعلا حقيقة عرس كروي اللي الجميع ينتظر والجميع يفرح برؤية مباراة ديربي لأنه مباراة دائما على مستوى عالي جدا من الأخلاق ومن كرة القدم.
ولكن من ناحية ثانية يا أخ جمال، هناك منافسة شديدة بفرق القمة في المنطقة الشمالية ألف بالدرجة الأولى، يعني فريق شباب كوبركنا، فريق شباب الطيبة، وعدة فرق، يعني فريق أبويل باكا الغربية، فريق كوكب، يعني هناك العديد الكثير كثير من الفرق، ولا ننسى فريق اتحاد شفا عمر، فريق ممتاز، يعني الكثير من الفرق تنافس على الصعود. كيف رأيك السنة بنهاية الموسم؟ كيف الوضع راح يستمر لنهايه السنه؟ والله انا بقول راح يستمر لاخر السنه ان شاء الله. احنا كيف الوضع عليه؟ احنا راح نستمر في المحل الاول، وعندك شباب الطيبه ممتازين، عندك شفا عمر ممتازين، عندك باقي الغربي ممتازين، والايضا للحظ يعني بدهم يلعبوا شباب الطيبه، شباب باقي الغربيه بده يلعبوا مع شفا عمر، شباب شفا عمر هاي الجمعه، وان شاء الله كل شيء اي نتيجه طبعا بتجي لصالح الفرق اللي زي كفر كنا زي الطيبه ان شاء الله، واحنا بنتمنى واحد من هذول يطلع بالاخر. يعني فريق شباب كفر كنا بمباراته امام بيالك، شو النتيجه راح تكون جمال حسب رايك؟ والله احنا بتعرف احنا عندنا استمراريه بكل شيء، عندنا ثبات احنا في الاداء، واحنا ما نسمحش لحالنا نخسر الكفر كنا، لانه احنا برضه بهمنا الجمهور يجي يحضر المباراه الساعه 11 الصبح يوم الجمعه، وبدنا نغلب، بدنا الثلاث نقاط تضلها بكفر كنا، وغير هيك ما نقبلش. وبدك ان شاء الله بدك يا بايل كفر كنا يغلب فريق شباب الطيبه؟ طبعا احنا داعمينه، طبعا احنا داعمين ابو كفر كنا، لانه برضه وضعه بسمحش، يعني بسمحش وضعه انه اي نتيجه غير الفوز. ما دام جمال خطيب اداري فريق شباب كفر كنا يتمنى فوز فريقه، فريق شباب وفريق فعيل، ماذا تتمنى للمنتخب المغربي هذه الليله اخ جمال؟ والله منتخب المغربي طبعا بيشرفنا وشرف كل الناس، وعملنا اجواء رياضيه في الوسط العربي، ولو شفت انت الاجواء اللي كانت موجوده من بدي اقول لك من الطيبه لوين بدي اقول لك للجيش، كلها كانت اجواء على الشوارع، حفلات ممتازه كان الاشي، وان شاء الله خلينا نظلنا مبسوطين، وخليها الاستمراريه لفريق المغرب، وان شاء الله بفوز، اللي بيقدر يفوز على فرق بالرؤيه بالثمن النهائي وبالربع النهائي بيقدر يفوز بالنصف النهائي، على حتى لو على فرنسا، اما فرنسا هو الحامل اللقب وبسمحش برضه لحاله، لعب من العيار الثقيل ان شاء الله، ونتمنى للمغرب، اما بتعرف يعني في قدره المغرب، يعني خلينا نقول قادره انها تغلب فرنسا، وان شاء الله انها تجي النتيجه ويفرح الوسط العربي، خلينا نقول هيك. يعني بعد فوز الأرجنتين بالأمس 3-0 جمال، يعني مباراة فرنسا والأرجنتين في النهائي راح تكون مباراة على مستوى عالي جدا، لأنه فيها عدد كبير من النجوم في المنتخبين، ولكن مباراة المغرب مع الأرجنتين إذا حصل ذلك أي مستوى كرة قدم رايحين نشوف؟ والله بالضبط انا فيش تعاطف، يعني طبعا اللي بتحكيه 100% فيش تعاطف بالكرة القدم، فرنسا طبعا اقدر بالنهائيات وهي حامل اللقب، اما المغرب اللي اذا وصلت وخرجت برضه هي بتلعب عندها اخرى لعبه، تقدر تلعب على محل ثالث رابع، وهذا الشيء يعني لهون بكفي، لانه اول فريق دوله عربيه بيصل لهذا الشيء، واحنا مش لانه صار المونديال في قطر والدوله العربيه قطر وتاهل فريق عربي، عشان هيك شيء ممتاز. يعني اخ جمال خطيب حديث شيق جدا معك، أريد أن أشكرك وأتمنى النجاح لفريق شباب كفر كنا ولجميع ولجميع الفرق العربية في المنطقة الشمالية في الدرجة الأولى، ألف شكر وإلى اللقاء. بارك الله فيك وشكرا لك أم أحمد. إلى اللقاء. السلامة. إلى اللقاء. أخ تحسين يعني أقوال جمال خطيب إداري فريق شباب كفر كنا، فريق يحتل المرتبة الأولى، هو يتمنى فوز فريق شباب كفر كنا أمام بيالك وفريق أبويل كفر كنا اللي يلاقي فريق شباب الطيبة. شو رأيك في أقوال جمال خطيب؟ أول شيء كل الاحترام لجمال، بيهتم في فريقه بأمور فريقه بنجاح فريقه، وهذا أمر طبيعي جدا. من ناحية ثانية الفوتبول هو مش تمني، الفوتبول هو واقع يفرض على أرض الملعب، شو بيقدم الفريقين، مين الفريق اللي بيكون عنده الهدوء والصبر، مين الفريق اللي هو بيلعب بشكل جماعي وبينتشر على الملعب
وبيكون بالتمرير للكرات بشكل صحيح، وبالآخر برضو مين اللي بيستناش لما بوكي الهدف أو بيخسر هدف إنه يصير عنده إحباط، بالعكس يجب أن يكون عنده القدرة إنه يواظب ويكمل حتى الدقيقة 90 مع صفارة الحكم. يعني جمال خطيب إداري فريق شباب كوبركنا، فريق احتل المرتبة الأولى في الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية، وتحسين حج يحيى هو ابن الطيبة، يعني يجب أن كلمة حق تقال، ولك باع طويل في كرة القدم في الطيبة منذ سنوات 80 أو قبل ذلك حسب رأيي. فريق شباب الطيبة اليوم يضم خامات كروية رائعة جدا، والجمهور الطيباوي أنا شاهدته في أكثر من مباراة، جمهور رائع جدا، عريض، قاعدة جماهيرية مخيفة. ما هي احتمالات فريق شباب الطيبة في الانتقال إلى مستوى فرق الدرجة الممتازة مع نهاية الموسم؟ دعني أقول أنه فريق أبناء الطيبة أو شباب الطيبة حضر خطة من بداية السنة وأعلن أنه الهدف السنة لفريق أبناء شباب الطيبة هو الصعود للدرجة الممتازة، وعلى هذا الأساس هو أحضر لاعبين اللي هم لاعبين حسب رأيي بأعداد، يعني حتى إنهم يقوموا في هذا يوصلوا الفريق لهذا الهدف. واللي أهم من هذا إنه في هناك جمهور متعطش جدا ويقوم بأداء في الملاعب من التشجيع، اللي لا يوجد فريق في الدرجة الأولى يملك هذا الكم من الجمهور وهذا التشجيع والوقف والدعم للفريق. أنا حسب رأيي الفريق بمر في فترة اللي فيش فيها ثبات من ناحية الأداء والنتيجي. نعم، وعمليا هذا السؤال أخ تحسين أنا بدي أسألك، يعني سؤال من ناحية مهنية، يعني ماذا ينقص فريق شباب الطيبة اللي يتعثر في المباراة الأخيرة وهو يخسر مع فرق اللي هي عمليا مش فرق قمة، يعني خسر مع فريق مكابي انجداد مثلا بالمباراة الأخيرة، مع أنه فريق مكابي انجداد فريق جيد يعني وعنده مدرب قدير ومدرب ناجح اللي عنده خبرة في الدرجة الأولى، ولكن فريق شباب الطيبة كفريق يتزعم الدوري ويقول أنا أريد أن أرتقي إلى درجة ممتازة لا يمكن أن يخسر في مباراة مثل هاي، فما هي الأسباب؟ هذا اللي ذكرته في بداية حديثي، أنه لما بيكون في ذبذبة في الأداء وفي النتيجة أنك تخسر، أنا حسب رأيي فيش فريق لحد هاي الدقيقة في كل تاريخ كرة القدم استطاع أن يصعد درجة أعلى بدون ما يخسر. الخسارة هي شيء عادي، ولكن يجب أن يكون تصليح أخطاء بعد خسارة من هالنوع، لأنه لا يمكن أن نستمر بخسارات في مباريات اللي هي مع الفرق بين أقواس اللي هي ممكن تكون في الوسط السفلي للائحة. أنا حسب رأيي هبوائل الطيبي يجب أن يكون هناك هدوء في داخل الغرفة وفي الملعب، ويكون هناك دعم كافي ودعم مش بس في اللحظات أو في النتائج اللي بيكون فيها الفريق فائز، يجب أن يعطى اللاعبين الدعم بشكل متواصل حتى لو كان في هناك أخطاء وكان في هناك نتيجة. في طاقم مهني اللي حسب رأيي وظيفة الطاقم المهني في عمله أنه يقوم في تصليح الأخطاء، وحسب رأيي الوضع تاع فريق أبوال الطيبي وضع ممتاز، يملك كادر لاعبين أكفاء وممتازين بإمكانهم أنهم يصعدوا في الفريق للدرجة الممتازة، ولكن يجب أن لا نتسرع خاصة في اتخاذ القرارات وفي تغيير مدربين. فعمليا من لا نتسرع نحن نسرع إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود، كونوا معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى ومع البرنامج الرياضي هلا رياضة الذي يبث لكم على قناة هلا الفضائية وموقع بنت. أخ تحسين حكينا عن شباب الطيبة درجة الأولى، شباب كوبركنا فرق كثيرة في فرق القمة، ولكن هناك فريق أبوال باك الغربية وفريق اتحاد شوف عامر،
يعني أنا شاهدنا كلياتنا مباراة شو عامر بلعبة الكاس أمام هابوئيل حيفا من الدرجة العليا، المباراة انتهت بأربعة أربعة، وفريق باكا الغربية فريق جيد، فريق مبني بالشكل الصحيح، يقدم أداء رائع كرة القدم، شو رأيك؟ نبدأ في باكا الغربية. فريق باكا الغربية حسب رأيي له باع طويل في كرة القدم، وعنده الخبرة والتجربة في الدرجة الأولى لأنه يلعب هناك عدة سنوات، وحسب رأيي كمان عنده لاعب أو إداري اللي هو برضه مخضرم ومحنك في الرياضة، اللي هو في الجانب الإداري اللي هو بحكي عن حسن فدعوس. كل التحيات لحسن فدعوس اللي بيقود فريق بشكل ناجح للمنافسة على الدرجة الممتازة. كمان أكبر دليل المكان اللي متواجد فيه فريق شفامير، والمباراة اللي كانت أمام هابوئيل حيفا اللي كان ند لفريق اللي يلعب في الدرجة العليا ويحقق نتيجة تعادل مع الإضافة أو التمديد ويخسر في ضربات الجزاء خسارة، ولكن كمان هو يؤشر للجميع أننا نحن هنا ونحن من الفرق التي ستنافس على الصعود للدرجة الممتازة. يعني حسب رأيك فريق هابوئيل باكا الغربية راح يكون له وزن هذا الموسم في الدرجة الأولى؟ ولشفاء عمر أيضا. ولشفاء عمر، فريق شفاء عمر فريق اللي عمليا هاي أول سنة يلعب في مستوى فريق الدرجة الأولى، يعني بنهاية الموسم الماضي هو ارتقى للدرجة الأولى، ولكن مدرب زي فراس مغربي مع كل التجربة الموجودة عنده ولاعبين علي خطيب لاعب نجم كبير يعني، وأمير أبو النيل لاعب في هابوئيل حيفا، يعني فريق اللي لا يستهان به ابدا. ودعنا نقول بانه ان شاء الله يخطو خطى فريق الرني من السنوات الماضيه، الصعود كان كل موسم صعود لدرجه. كمان شفعمر بلد وفريق اللي يستحق ان يلعب في درجه ممتازه، وحضروا فريق اللي هو بامكانه انه يكون مواجه وند لكل فريق في الدرجه الاولى حاليا، وانا حسب رايي هو مرشح. برضو كمان فريق شفعمر صرح في انه الهدف تاعيه هو الصعود لدرجة ممتازة. بدناش ننسى برضو نعطي حق لفريق هابوئيل عنانة، فريق هابوئيل عنانة في الموسم الماضي هبط من الدرجة الممتازة إلى الدرجة الأولى، وعمليا بعده بتخبط مش عارف بأي درجة هو موجود. هابوئيل عنانة حسب رأيي في بداية السنة استعمل أو لعب مع لاعبين اللي هم لاعبي شبيبي عندهم القدرات ولكن يفتقدوا للخبرة. مع كل هذا هابوئيل عنانة مع هذول اللاعبين الصغار السن واللي هم من فرق الشبيبي قدر يحقق فوز في لعبة الكاس على هابوئيل الطيبة والدوري، وفتح الدوري بشكل جيد، ولكن مع تقدم المباريات في الدوري شعرت انه في هناك عدم ثبات في النتائج تاعته في الأداء تاعته، وهو أيضا مرشح للدرجة الممتازة والصعود للدرجة الممتازة، ولكن يجب أن يكون في هناك أكثر ثبات وهدوء في الفريق. مدام نذكر أخ تحسين يعني أنه فرق كثيرة بتحارب وبتنافس للصعود من الدرجة الممتازة، هناك فرق من الوسط العربي موجودة، فرق قديرة وعريقة، نادي رياضي كبر قاسم، لخاء الناصري، هابوئيل أم الفحم، فرق اللي متواجدة عمليا في الدرجة الممتازة، وشو رأيك في مستوى هاي الفرق عمليا؟ اسمع، الفرق العربية في الدرجة الممتازة حسب رأيي كان أم الفحم ولا كفر قاسم ولا إخاء الناصرة، حسب رأيي فرق اللي بإمكانها أنه يكون في عندها تحصيل أفضل من الموجود. لا شك أنه إخاء الناصرة كمان في عندها برضو عدم ثبات في النتائج تاعتها، ولكن في الفترة الأخيرة تبدو بشكل أفضل وأحسن، وبتمنى لهم كل النجاح وكل النجاح. كفر قاسم هي المفاجأة اللي حسب رأيي المفاجأة السلبية، يعني هي عملياً كفر قاسم يعني المفاجأة السلبية صحيح زي ما ذكرت، هل هي عملياً تأثير الصدمة اللي كانت الموسم السابق إنه الفريق بآخر لحظة أهدر ضرب الجزاء ولم يصعد إلى الدرجة العليا، هل هذا تأثير الصدمة اللي حدثت معهم في الموسم الماضي؟ أخرى مرة لا شك إنه الحدث اللي كان مع فريق كفر قاسم إضاعة ضربة جزاء، يعني أضرب ضربة الجزاء سجل هدف أنت في الدرجة العليا،
خلينا ما دام حكينا عن الدرجه العليا، معانا نجم اللي كان في الدرجه العليا كابتن اتحاد ابناء سخنين، اللاعب العربي اللي رفع كاس الدولي في عام 2004 عباس صوان. مساء الخير. مساء الورد الى كل الموجودين بالاستوديو، للمستمعين، للمشاهدين وللكل ان شاء الله. عباس صوان نجم كبير، يعني يعجز اللسان عن وصف تحصيلك ونجاحاتك الباهرة. اليوم نريد أن نتحدث معك عن تدريب فريق هابوئيل كفر كنا في المنطقة الشمالية في الدرجة الأولى. ما هي أوضاع فريق هابوئيل كفر كنا عباس؟ يعطيك العافية بالأول، شكرا على هاي الكلمات المثلجة للصدر هيك وترفع المعنويات، شكرا لكل على كل كلمة. بالنسبة لهابوئيل كفر كنا، هابوئيل كفر كنا فريق اللي أجيت عليه كان مبني بطريقة معينة، ولكن حسب كل مدرب عنده طريقته كيف بناء فريق، فشوي شوي احنا الفريق رجعنا بالضبط على ايش بده انا كمدرب وايش بدي اشوف الفريق كيف يلعب. فالنتائج الأخيرة بتقول كل ايش عن فريق هابوئيل كفر كنا. هابوئيل كفر كنا اليوم يعني الحمد لله 5 مباريات بدون اي خسارة، في عنا نتيجتين تعادل، 3 نتائج فوز. احنا بالطريق الصحيح، احنا الفريق شوي شوي عاملين نفهم بعض، نفهم اللعيبة تفهم المدرب، المدرب يفهم اللعيبة. ففريق هابوئيل كفر كنا محله الطبيعي في اعلى اللائحة، مش كيف اجيت عليه اول السنة بمحلات الاخيرة من تحت. عباس صوان، مباراة القادمة بدي افوت دغري على المباراة اللي تنتظركم بنهايه الاسبوع، مباراه صعبه جدا امام فريق شباب الطيبه. كيف تحضيرات فريق هابوئيل كفر كنا لهي المباراه؟ على كل مباراه الى قواعدها. شفت انا بالطيبه بيلعبوا ضد انجداد وكثير كثير كثير عجبوني، فريق كثير مليح، فريق سريع، فريق عنده المهارات الفرديه، عنده فريق عن جد، يعني فريق من انا حكيت اليوم للاعيبه انه واحد من احسن الفرق الموجوده اليوم بالدرجه الاولى، وفريق اذا لا يتعامل معه الواحد كيف لازم، اذا الفريق بكونش متماسك كيف لازم، ما فريق طيب يمكن يفوز على اي فريق بالدرجه الاولى. في اخطاء معينه، في نقاط ضعف، في نقاط قوه عنده كل فريق على الشكل بالدرجه الاولى، ولكن فريق الطيب فريق جدا 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 منظم مدرب، فريق مليح. واحنا عملنا التمرين اللي لازم نعمله هسه، يعني قبل نص ساعه خلصنا التمرين الاخير، التمرين قبل الاخير، وعملنا كل النقاط اللي لازم نشتغل عليها بالمباراه ان شاء الله، وان شاء الله خير. الافضل واللي بيستغل الفرص يفوز بالمباراه. المباراة الأخيرة في رعنانة عباس انتهت ب3-3 بعد تفوق هابوئيل كفر كنا ب3-1. شو اللي صار معكم في رعنانة؟ يعني المدرب ممكن يبرمج أشياء كثير براسه، ولكن بيقدرش يبرمج أشياء اللي بتكون يعني ردة فعل لاعب اللي بيخرب لك المباراة. يعني كيف عرفت إنه احنا اخذنا بطاقة حمراء بالدقيقة 72 والحكم اضاف 10 دقائق، يعني فيش الى محل من الاعراب العشر دقائق واحد اثنين. اقولش انه احنا لازم يدخل مرمانا هدفين، ولكن فريق رعنانة فريق جدا قوي. انا قلت يعني احسن فريقين بيلعبوا فوتبول اليوم بالدرجة الاولى هني رعنانة والطيبي. يعني انا شفت الفريقين وتحضرت للفريقين، واللي صار بلعبة رعنانة عدم ثبات بالحلقة الدفاع وبالدفاع ككل كفريق، فكان عندنا أخطاء معينة، وأجت إضافة الوقت العشر دقائق أذولا والحكم ضاف أخرى دقيقة من عنده، يعني أخرى لعبنا أخرى تقريبا أخرى ربع شوط، فشوي غلف علينا وكان تأثير كثير كبير على النتيجة. ولكن طلع الفوتبول احنا بنشوف، بنطلع على المونديال، مونديال المنتخب اللي بيكون لدقيقة 82 2-0 بتنتهي النتيجة 2-2 وبتروح للبنادل زي كيف صار مع الأرجنتين وهولندا. ايوه عالم كرة القدم فيه مفاجآت كثيرة، فاحنا طلع انا كلاعب مجرب يعني كمدرب اليوم كل شيء مر علي، وهي واحدة من النتائج الواحد بيتعلم منها لقدام ان شاء الله.
ان شاء الله رب العالمين. عمليا قد ما مرق عباس صوان في حياته الرياضيه بيستمر بالتعليم وبالاشياء اللي بتصير معه كل يوم، فكيف ممكن، بدي اسالك سؤال، اتحاد ابناء سخنين عباس بعد ما رفعت كاس الدولي مع الاتحاد، الفريق اتحاد ابناء سخنين فاز على كلنسوي 3-0، كيف احتمالات فوزه على مكابي تل ابيب بالمرحله القادمه؟ مكابي حيفا، مكابي تل ابيب بالكاس. بالكاس. طلع لعب الكاس الى قوانينها، يعني كثير فرق اللي سقطت ضد فرق من درجات الدنيا، فلعبة الكاس الى قوانينها. سخنين بيقدر يمرق كل فريق، واحنا لما فزنا بالكاس بال 2004 مرقنا برضه مكابي تل ابيب بهذا بالضبط بثمن النهائي بالربع، بس بالربع او بالثمن، مش متذكر بالضبط، ولكن انه مرقنا مكابي تل ابيب. ما طلع بلعب الكاس الى قوانينها، مش لعب دوري، فاتحاد ابناء سخنين بيقدر يمرق مكابي تل ابيب، مع انه انا مستصعب هذا الشيء بالوقت الحاضر على الوضع الموجود فيه اتحاد ابناء سخنين اليوم. ما دام انت ذكرت فكرت بدنا نسال عن مكابي حيفا، فخلينا نشوف شو احتمالاتهم بمرات الدوري امام مكابي حيفا يوم الاثنين الوشيك. النتائج الاخير والاداء الاخير لاتحاد ابناء سخنين لا يطمئن عمليا عباس، بعد تغيير مدرب، قصدي بعد تغيير مدرب، شو الاحتمالات لفريق اتحاد ابناء سخنين امام مكابي حيفا؟ ما احنا بناخذ كل المعطيات، يعني تغيير مدرب، ولكن في عندك 3 أو 4 لاعبين ناقصين، ويزيد على ذلك انه اللاعبين الاجانب تقريبا كليات ولا واحد اليوم عمال يلعب، يعني يمكن يلعب واحد هون واحد هناك، ولكن يعني اتحاد ابناء سخنين اليوم بيلعب بكادر اللي يعني بده مفاجأة كثير كبيرة عشان تفوز على مكابي حيفا، وانا بستبعد هذا الاشي. اتحاد ابناء سخنين بحاجة لتعزيز فوري ب3-4 لاعبين على اساس انه يكمل المسير اللي بديها باول السنة. يعني شو اتحاد ابناء سخنين فريق ضارب باول السنة، يعني مكابي حيفا وانا بشق الانفس فاز على سخنين 1-0، فالمعادلة شوي تغيرت. فريق مكابي حيفا فريق عريق، فريق اللي عنده عمق بالعدك الاحتياط، فريق كبير كثير واسع، وافكر انه مكابي حيفا الافضليات اتحاد ابناء سخنين بدون شك. عباس انت يعني لاعب اتحاد ابناء سخنين ولعبت كمان مكابي حيفا، والحديث معك دائما شيق عباس، يعني احنا لابد يعني كلمه حق تقال، ولكن المغرب مع فرنسا اليوم، شو رايك؟ القلب والاحاسيس والروح والتشجيع للمغرب طبعا، يعني كلنا احنا مغربيه اليوم مغاربه، ولكن طلع المغرب وصلوا لهون، يعني اذا فازوا وطلعوا على للنهائي فبنكون احنا اكثر ناس سعيدين في العالم، واذا خسروا برضو احنا سعيدين انه المغرب وصلوا لهون. ولكن طلع هاي المباراه كثير تكتيكيه، دائما في مفاجات بالمونديال كانت لليوم لحد المباراه، كل مباراه في مفاجاه. ولكن عباس، ولكن من ناحية مهنية بمش اسمح لي شوي، من ناحية مهنية يعني كيف يمكن لدفاع منتخب المغرب أن يقف أمام نجوم مثل كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، أوليفي جيرو، غريزمان، يعني نجوم بكل معنى الكلمة، هل يمكن لدفاع المغرب يوقف قدام هاي النجوم؟ ممكن يوقف لأنه في أنا بقول لك ليش، لأنه فريق الفرنسي فريق سريع جدا، امبابي لاعب سريع جدا جدا جدا، ولكن فريق المغرب لليوم دخل مرمى هدف واحد. ليه؟ لأنه بيلعب بطريقة تكتيكية دفاعية معينة مع هجمات مرتدة ومع قدرات فردية للاعبين، يعني مش بس انه بيعملوا دفاع، بالعكس بيعملوا دفاع بس لما يسرقوا الطابة يخطف الطابة بيقدر يطلعوا لهجمة منظمة، لاعبين تقنية كثير عالية ومهنية وتكتيك رائع جدا جدا، يعني مش لعيبة كل هذا بتشوفنا اللعيبة من الطراز الاول، يعني ممكن يتحولوا من الدفاع للهجوم بأقل من 3-4 ثواني بيكونوا عند المرمى الخصم. فهي قوة المنتخب المغربي، منتخب المغربي قوته الدفاع المتكامل من الهجوم لآخر لعيب، يعني إذا لعبوا كيف لعبوا كل مباراة شوي دفاع متأخر، فقوة إمبابي اللي هي منشوفها دائما على السرعة وعلى واحد على واحد
وطبعا ما ننساش انه هو بيلعب من جهه لاعب اللي هو بيلعب معه بنفس الفريق بدون شك. يعني عباس احنا بنعرف انه كيلان مبابي واشرف حكيمي بيلعبوا بنفس الفريق. يعني الحديث كمان مره عباس حديث جدا شيق، وكمان بدنا نعطي ميسي حقه يعني، فكل فريق بده يصعد اما فرنسا او المغرب ستلاقي ميسي في النهائي. ما هي حظوظ ميسي باختصار؟ باختصار عباس انا بشجع الارجنتين من سنه 86 من ايام مارادونا طبعا من 82 ولكن طلع اذا طلعوا اذا صعدوا المغرب انا مع المغرب ضد الارجنتين، ولكن اذا صعدوا فرنسا انا مع الارجنتين، وان شاء الله الارجنتين بتفوز بكاس كاس العالم. أبدعت عباس، أبدعت كما دائما، كنت لاعبا فذا وأنت مدرب ناجح وإنسان رائع. أريد أن أشكرك وألف شكر لك عباس صوان، وبالنجاح لك ولأبوال كوبركانا ولجميع المنتخبات والفرق العربية. بالنجاح للجميع يا رب. إلى اللقاء. يعني عباس لا يمل الحديث معه، إنسان رائع وكلمات ضرر. تفضل عباس صوان علم. عباس صوان هو لاعب سخنين صال وجال في الدرجة العليا في عالم كرة القدم، ووصل إلى منتخب إسرائيل، وأيضا هناك كان له البصمات تاعته والأداء تاعيه، وإن شاء الله أنه نجاحه كلاعب بكمل يكون نجاحه كمدرب. هل عمليا اللاعبين كل لاعب مثل عباس صوان نجم؟ لما بيجي يدرب فريق، من تجربتك أخ تحسين، هل هذا تأثير له طابع له تأثير على اللاعبين والاحترام خاص؟ طبعا المدرب كل ما يكون سيرته الكروية اللي هي الكاريرة تاعيته كل ما تكون هي أعلى وموجودة في لعب في فرق في مستويات أعلى، واضح إنه هذا بيكون له تأثير لتأثير المدرب على اللاعبين في الملعب. يعني وجود اليوم عدد من المدربين العرب النجوم يعني أمثال عباس صوان وفراس مغربي مثلا في شو عامر إله دور، ورايحين نشوف استمرارية لهذا النوع من المدربين؟ أنا بقول ولكن في هناك مقولة اللي هي مثبتة على أرض الواقع إنه مش كل لاعب منيح بيكون مدرب منيح. يعني أحيانا في لاعبين ممتازين في اللعب، ولكن في قضية التدريب فيش هناك نجاح. أخ تحسين مربي ولاعب ومدرب قدير جدا، أريد أن أشكرك ألف شكر لك لحضورك للبرنامج، وأتمنى لك دوام التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا لك أخ أحمد، وشكرا لتلفزيون هلا الرياضي وللعاملين عليه، وفعلا أنتوا بتغطوا قطاع مش بسيط في الرياضة وفي السياسة وفي كل المجالات، وأشكركم على ذلك. ألف شكر. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج هلا رياضة، معكم في التقديم أحمد أبو هلال. ألف شكر لجميع طاقم الإنتاج ومعد البرنامج الأخ إبراهيم أبو عطا. إلى اللقاء، طاب مساءكم.